أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد على الدور المهم لتطبيق الأنظمة والقوانين على أساس من العدل والمساواة لحفظ أمن الوطن وحقوق المواطنين، ما يوفر البيئة الملائمة للتطوير والإصلاح. ولفت سموه إلى أن الفصل بين السلطات وتعزيز الاستقلالية التامة للقضاء يشكل علامة بارزة وهامة لمملكة البحرين. واستمرار هذا النهج كمحور رئيسي في العهد الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عهد البلاد المفدى حفظه الله، مكرسا للمبادئ السامية المتمثلة في احترام القضاء ونزاهة أحكامه، مع تهيئة الوسائل والسبل الكفيلة التي ضمنت استقلاليته، مشيرا إلى عمل السلطة التنفيذية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء حفظه الله في تعزيز هذا التوجه. وتطرق سموه إلى الدور الهام لوزارة العدل كجهة من جهات السلطة التنفيذية التي تعمل على دعم وإسناد السلطة القضائية المستقلة لتثبيت أركان العدل وسلطة القانون، لتظل البحرين دولة المؤسسات والقانون. جاء ذلك خلال زيارة العمل الميدانية التي قام بها سموه اليوم لوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في إطار الزيارات التي يقوم بها سموه لوزارات ومؤسسات الدولة، حيث كان في استقبال سموه معالي الشيخ خالد بن علي الخليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وعدد من كبار المسؤولين في الوزارة. وقام سموه بجولة اطلع خلالها على أبرز الاستراتيجيات العمل في الوزارة وآليات تنفيذها وجملة من المشاريع والخطط المتبعة وما تم تنفيذه حتى هذه المرحلة. والتقى سموه خلال الجولة بعدد من العاملين في الوزارة واستمع إلى آرائهم وتعليقاتهم حول سير العمل والخدمات التي يقدمونها للمراجعين. وأكد سموه أن الوزارة تعد من مؤسسات الدولة العريقة، إذ تقدم عملا بارزا في مجال حفظ حقوق المواطنين وحماية مصالحهم، مثمنا سموه جهود كافة منتسبي الوزارة. وقال صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد إن تطوير الخدمات المتصلة بالمواطنين والعمل على توفيرها وفق أفضل السبل تشكل لنا أهمية قصوى. وفي هذا الجانب أشار سموه إلى ضرورة العمل على رفع وتيرة سرعة الإنجاز للمعاملات وإجراءات التقاضي، صيانة وحفاظا للحقوق وتعزيزا لسيادة القانون والعدالة، وتحسين الأنظمة الإجرائية المتعلقة بتسوية النزاعات وإدارة الدعوة وفق الالتزام بأفضل المعايير المتبعة في البت في الدعوة بطرق أكثر سرعة وفعالية وشفافية. وشدد سموه على أهمية دعم مسيرة الجهاز القضائي في المملكة من خلال تطوير نظم وأساليب العمل بما يتواكب مع النمو المتسارع الذي تشهده البلاد، مشيرا سموه إلى ضرورة زيادة تفعيل دور الوسائل البديلة لفض المنازعات وبخاصة الوساطة والتحكيم التجاري لمواكبة مسار التطوير وأفق التوسع في القطاعات التجارية والاقتصادية وما ينشأ عنها من نزاعات. وأكد صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك الدور البارز الذي تتولاه الوزارة في متابعة توصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي يعد صورة حضارية لنهج مملكة البحرين في مسيرة الإصلاح الشاملة. ووجه سموه وزارة العدل إلى سرعة إنجاز ما تبقى من توصيات اللجنة، وبالأخص الدور الأساسي والهام للوزارة في إعادة بناء المساجد لتحافظ مملكة البحرين على موقعها كمملكة للتعايش والتسامح. هذا وأعرب معالي الشيخ خالد بن علي الخليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف عن شكره وتقديره لزيارة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة نائب جلالة الملك المفدى ولي العهد، معبرا عن سعادته بالاستماع إلى توجيهات سموه حول تطوير عمل الوزارة والتي تشكل حافزا نحو مزيد من العمل لكل ما يحقق رسالة الوزارة وأهدافها الموضوعية.